السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعي جريدة المغرب الحر. أنا عودة في الشلالات وبالضبط مع أحد الساكنة، الساكنة اللي موجودة قرب المرأة بدل جماعة الشلالات، كتعيش مشاكل عدة ومنها كما كتشاهدوا معنا على الصورة شاحنات ديال ما يسمى لافيراي اللي كتعرقل حركة السير، والطريق هي المتنفس اللي عندهم الوحيد هنا في جماعة الشلالات. السلام عليكم، الاسم ديالي قديم ميلود، ساكن في بير الحلوم قرب المرأة ديال الشلالات جنب لوطوط. حنا الناس المضرورين اللي كنا غرقنا في الفيضان، وهاد الناس هادو من هذاك الوقت ما جا عندنا حتى واحد سول علينا، غنشوف الحالة كي دايرة. الطريق ما كنسيبوش من ندوزو، حنا في الباب الكبير ديالها الفوق وكجات هنا قدام هذا، ما عطاوناش كاع شي واحد شي عطانا شي وقت. ها الطريق محبوسة، راه مقطوعة، ما عندناش من ندوزو. الصباح كنبغيو ندوزو كنبغيو نخرجو من الدار، عندنا عندنا ناصر نلقى وحدة، ما عندناش من ندوزو. كنبقاو واقفين تيخ وكنيوات، علمنا السلطات ما خلاو حتى واحد ما كيجي عندنا. بالنسبة لها هي عندنا هنا ديك لاريس بها تقريبا واحد 15 مرة، بالنسبة لها هاي البركاسات ما كيجيبوهمش، البركاسات تدور عند المسؤولين قاعد قاعدين بركاسة لواحد قدام الدار حتى لينا حنا. شو البركاسات تو ما كاينش، الشفارة المرأة ما بقاش تقدر تخرج الشفارة هنا، الطريق الحفاري واحد الحالة لا يرتى لها. حنا عايشين واحد الحالة ما تصورش على البال، حتى شي مسؤول ما كيجي عندنا. مشينا للجامعة ما خلينا فين، مشينا حتى واحد ما بغا يستقبلنا. قال لي نمشي نقول من بعد ما عرفناش انا كيستقبلوكم كاع، ما كيستقبلوناش، ما كاينش اللي كيستقبلنا. مشينا حنا نهار كامل حنا واقفين، قالك سينا نهار اثنين وجيو كنمشيو ما كيبقاش كاين لا تدخل من السلطه المحليه لا والو، لا والو ما كيستقبلنا حتى واحد، حتى واحد ما كيستقبلنا، حتى واحد ما كيجي يسول فينا. هذا رمضان قالك هاد حنا غرقنا في الفيضان ونادوا خالوا المعاونه في الرقاع العباد الله، والجيران عندنا ما كاينش اللي جات العيوة سوى عليه. انا كان نقول لك هادشي، هاد الهضره اللي كان يقول هذاك المقدم هذيك الايامات، راه هذاك الشيء كلشي صح، ما كاينش هذاك الشيء. ونتمناو شنا السلطات كنقول معاهم مباشره الله يرحم والديكم، راه حنا تكرفصنا، راه صبرنا تعينا، وعدتونا تعينا. هذه المزباله اللي قلت لكم ها هي دابا، هي تقريبا قبل رمضان وحنا كنطلعوا الجماعه على قبل المزباله، وانا كندوز على الدور ديال المسؤولين، كندوز من قدامهم داين الضو والبولات الخطوه ديال الضو، جوج ديال البركاسات كاينين قدام ديورهم، قدام دار وحده قدامها جوج بركاسات دوك الخضرين، وحنا ما عندناش حتى سطل باش نديروها. والصباح نيت اليوم في الصباح التقيت مع المسؤول، قلت لي قال لي تيجي الوقت نشوفوا حالتنا، بداونا بوليداتنا وشدونا مع كتية مع 4 ايام وردونا لديورنا. قالك حنا غنجيو عندكم، تجي عندكم اللجنه تاع الديور، ما شلنا لا لجنه لا حتى شي واحد ما شلينا شفناه. والحاله انت كتشوف فيها الطريق محبوسه، البنات حبسناهم من المدرسه ما كاينش منين يدوزوا، كنخرجوا كنتكريساو ما كاينش منين تخرجي، الطريق ما بقاتش حتى الطريق ما بقاتش عندنا، المدرسه ما بقاتش عندنا. واش حنا مواطنين ولا ما حناش مواطنين؟ واش حنا الناس حاسين بينا ولا ما حاسينش بينا؟ حنا بغينا هذا الشيء يوصل للمسؤولين ويشوفوه، راه باقا الناس مكرفصين، راه ما فيش، راه واحد الدوار هو هنايا عندنا حبس داخل عند شركة الثقاب، ساد عليه بالحيط، وسط الشركة لداخل 11 واحد، ما سوى حتى شي واحد. انت شوف الشاحنات، حابسين علينا، ما كنبقاو لا منين نخرجوا، حتى القضيه منين نجيبوها ما بقاش، لا حانوت لا طاكسي لا ترونسبور لا والو، بحال الجزيره ولينا محبوسين. بغينا نوصلوا للراي العام باننا حنا مواطنين، حنا الساكنه مضاغين وماشي بزاف، راه عير 12 ساكن. احنا في العشوائي، كامل مشينا عند القيد كيقول لك القيد راه جا دخل عندنا في الفيضان غير بديك الزورق، وحنا تكفسنا بزاف وهزو داونا لدار الشباب مع 3 ايام ولا 4 ايام، وقلنا القيد غيكون خير، ما شلنا حتى خير من جهته. واش حنايا ما عندناش الحق في الاستفاده اللي عطى سيدنا؟ احنا مضاغين من ناحيه الشركه، واش هاد الكاميوات منين غندوزو؟ حنا ما غندوزو ولادنا والمدرسه في الاخر زادوها المدرسه ديال بير الحلو حيدات، واش الدراري يلاه مقيدينه ويلاه عندو 6 سنين فين غنديوه؟ فين غنلوحوه؟ واش لا مدرسه لا حانوت لا طبيب لا مركوب؟ واش حنا ما منفيين هنايا؟ هاد الشيء كنوجهوه للملك لسيدنا الله ينصرو، يشوف من حال هاد الساكنه اللي تكرست في الفيضان. حنا لحد الان ما حنا ما نفرش
وهذا الشيء الدوسي جمعناه عطيناه لرئيس ديال الجماعه، رئيس ولدي نفسي وباقي قال لي غيكون خير وما كاين حتى خير. القايد ملي جا للفيضان دخلت للدار عندي انايا وعند الجيران عامر قال لي غيكون خير ما كاين حتى خير. حنا بغينا نحيدو منها، بغينا الاستفاده. حاشاك السطل ديال الزبل هو الاخر، هما حاطين سطولات ديال الزبولات حدا ديورهم، حنا ما عندناش. حنا ملي كنجمعوه كنشعلوا فيه على العافيه. حنا الطريق ملي ندوزو الضايع ديال المشروع كامل كتكب فيه الواد الحاره دايز ما كنلقاوش منين ندوزو ولادنا. حنا مكرفسين ناحيه الشركه، الشركه الضرر كبير هو ديال الشركه. حنا ملي ما كانت الشركه عمرنا طلعنا ولا عرفنا القياده ولا عرفنا الجماعه، ولكن الشركه ما دارتش معنا تحل. كيقولنا حنا محسوبين على طرابوبليك، التجهيز ديال المخزن، حنا التجهيز ديال المخزن التجهيز خاصو يحيد. الطريق مقطوعه عندنا، الشفاره ولادنا ما بقيناش، بناتنا خرجنا من المدرسه على قبل الطريق. حنا ولا عندنا الكريساج، حنا هذا الصوت كنوصلوه لسيدنا وكنوصلوه لك القايد وكنوصلوه للرئيس ديال الجماعه وكنوصلوه لسميتو العامل، سعادة العامل سكان 11 ساكن. احنا دفعنا الشكايات ما خلينا فين دفعنا وصوتنا ما وصلش. احنا كنتمناو سيدنا يشوف من حالنا. حنايا